لسنا داخل مستشفى كما توحي ملابس الحاضرين وإجراءات الوقاية. هذا مطبخ أحد مطاعم مدينة المنيا شمال لبنان. هذا الطعام ليس معدا لزبائن وزوار اعتادوا إقامة حفلاتهم وأفراحهم هنا في فصل الصيف. ما يحدث في هذا المكان هو لإطعام الفقراء ممن شق عليهم تدبير رزقهم اليومي في الأيام العادية، فما بالك وقت الأزمات. كورونا قضى على العالم، في كثير عالم يعني صار المرتاح والفقير كله مضايع، ما حدا مرتاح، العالم كلها مضايعة. فلقيت حالي انه اهم شيء انه انا اعمله انه اقدم هالمبادرة، انه اقل شيء استخدم مطبخي، استخدم صالتي، استخدم هالموقع تبعي للعالم. الاف الوجبات الساخنة وزعت في المناطق المسحوقة منذ اسبوعين، تاريخ اطلاق الحملة بدعم من بعض اصدقاء هيثم صاحب المبادرة. اول يوم بلشنا وزعنا لألف شخص، ثاني يوم وزعنا لـ3000، خامس يوم 6000، امبارح عنا 4000، اليوم عنا 3000 ان شاء الله بيطلعون اذا الله رد. اما السواعد العاملة في هذه الحملة فهي لاشخاص فقدوا عملهم فقرروا ان يتطوعوا لاطعام الفقراء. انا اشتغلت قبل بعدة مطاعم وبعدة اوتيلات، اليوم بوضع كورونا قاعدين عن العمل، معطلين عن العمل، طلعت انا ما بدي اقعد بالبيت، قلت لا بعمل عمل تطوعي، شوف فيني مني قادر ساعد مصاري بس انا قادر اتطوع. فاتحة فيسبوك انا وعم تابع اصحابي وبعرف انا جنة الغنى من قبل هلا يعني بتعمل حفلات وهيك، بلاقيه عامل وجبات للناس المحتاجة. شارفت المهمة اليومية على الانتهاء، تسكب الأطعمة الساخنة في علب متوسطة الحجم مراعاة للتوزيع العادل، وتنقل إلى سيارات عقمت قبل انطلاقها إلى أحياء طرابلس، إلى المدينة التي اشتهرت بكثرة سياسيها ورجال أعمالها ووصفت بالأفقر على البحر المتوسط. هنا توزع الوجبات الساخنة في شارع يسكنه فقراء يحتاجون إلى الآلاف منها، وفي مدينة يخرق فقراؤها الحجر الصحي مكرهين بحثا عن لقمة العيش. علي رباح، التلفزيون العربي، مدينة طرابلس شمال لبنان.